السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا اليوم ولقاء يتجدد مع حضراتكم وفصول السعودية على مايكروسوفت تيمز، وده جزء مهم جدا بنحتاجه للتقديم لمعلم خبير. معكم عليا سعيد، مدرب إلكتروني دولي، عضو لجنة التدريب باتحاد الخليج العربي، مدرب معتمد ضمن مبادرة التعلم الرقمي بفريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21، مدرب أكاديمية برايم الدولية، مؤسس وقائد فريق الإبداع التكنولوجي، معلم رقمي معتمد من الجامعة الأمريكية بإنديانا، سفير منصة ويكليك، ومعلم معتمد من منصات عديدة. ووظيفتي الأساسية موجه بالتربية والتعليم. ومعنا الأستاذة سوزان الإبشيهي، معلمة لغة فرنسية بالأزهر الشريف، معلم مبدع خبير مايكروسوفت العام 2022-2023، قائد في مجتمع ويكليت، منسق ومدرب في فريق الإبداع التكنولوجي. طبعا أنا التعارف نتيجة لتأخير الوقت، احنا هنبدأ على طول. احنا الورشة بتاعتنا مايكروسوفت تيمز فور إديوكيشن. مايكروسوفت تيمز بياخد الشعار ده أو الشعار ديت، دي علامة مايكروسوفت تيمز. المحاور الورشة بتاعتنا اللي هنشوفها النهاردة: التعرف على برنامج مايكروسوفت تيمز، ازاي انشئ فصول وحصص تفاعلية، اكتشاف التطبيقات التعليمية التي تعمل في التيمز. في مقولة بحب ابدأ بيها للحكيم الصيني كونفوشيوس: قل لي وسوف انسى، ارني ولعلي اتذكر، أشركني وسوف أفهم. وده جزء أساسي جدا مع طلاب بتوعنا. لو احنا قعدنا نتكلم كتير هننسى ثلاثة أرباع الكلام، إذا لم يكن كله، بعد ساعة أو زمن قليل. لو وريناهم بعض الصور أو الحاجات هتعلق في الذاكرة لمدة قصيرة، لكن لو اشتغل بإيديه معايا هيفتكر على طول الحاجة اللي اشترك فيها وتعاون فيها، سواء كان معايا أو مع الزملاء الطلاب. مايكروسوفت تيمز منصة تعليمية شاملة، يعني مكان أنا مش محتاج أعمل لي منصة علشان أتقابل مع طلابي، ولكن دي منصة تعليمية شاملة مجانية، بقدر أعمل محادثات، ألاقي فيها محتوى، في تطبيقات، طبعا تطبيقات لا حصر لها على التيمز، وكل ده بيتجمع في مكان واحد. المعلمين يقدروا ان هم ينشئوا فيها فصول دراسيه تعاونيه، يقدروا يتواصلوا مع بعض من خلال مجتمعات تعلم مهنيه، يقدروا ينشئوا فصول وينفذوا واجبات واختبارات للطلبه. كمان انا اقدر انشا فرق خاصه بفرق العمل بتاعتي، في تعاون ومشاركه الاعمال، التكامل مع تطبيقات أوفيس والتزامن مع تطبيقات أخرى مثل تطبيقات أدوبي المختلفة. فائدة استخدام الفرق مايكروسوفت، ودي الفرق بتبقى خاصة بفريق العمل، بتوفر لي الوقت، لأن أنا بنظم كل أعمالي في مكان واحد، وزي ما اتفقنا إن هي منصة تعليمية مجانية، أقدر أعمل اجتماعات لفرق العمل بتاعتي، أقدر أتواصل معهم من خلال الدردشة أو كمان مكالمة صوت ومكالمة فيديو، يعني مش دردشة كتابة بس، لا ده أنا ممكن تبقى فيه مكالمات صوتية أو من خلال استخدام الفيديو. أقدر أعمل إشعارات للفرق اللي عندي، وأقدر إن أنا أثبت المستندات عشان الحاجات المهمة تبقى ثابتة موجودة في بداية كل قناة أنا بنشئها للفريق. مكان للتعاون في العمل، مشاركة المحتوى وتنظيمه، إن أنا ممكن أستخدم دفتر الملاحظات اللي هو الوان نوت عشان يكون في مساحة للطلبة يلاقوا في مكتبة محتويات كل حاجة خاصة بالمشاريع أو بالمنهج اللي أنا هعمله، مساحة خاصة للقراءة، مساحة خاصة بالتعاون، يقدروا إن هم يحرروا كمان بداخلها، وفي دفاتر خاصة بالطلاب اللي هي كلاس نوت بوك، وده انا اقدر استخدمه معاهم خلال الفصل الدراسي او خلال العام الدراسي. طيب انا علشان ادخل على التيمز بكتب في محرك البحث
office.com. لما بدخل على حساب اوفيس، سواء دخلت بالحساب المؤسسي او بحساب جيميل، هدخل، وطبعا من الافضل كمعلمين بدخل بالحساب المؤسسي علشان الطلبة بتوعي يقدروا ان هم ينضموا للفصول، عشان الدومين هيكون واحد ويسمح لهم بالانضمام. انا بمجرد ما بدخل على الاوفيس بلاحظ ان بتبقى الصفحة بتاعتي كده، وبلاقي في هنا على اليسار بتبقى موجودة التطبيقات الايه اوفيس المختلفة، سواء كانت بقى اي اوتلوك او التيمز او الوورد او الاكسل او الباوربوينت، كل التطبيقات موجوده، ومن خلال ال9 نقاط دول ممكن احصل على المزيد. بس كل اللي يهمنا دلوقتي اللي هو الايه التيمز. هضغط على التيمز فبيبدا يتفتح لي صفحه بيقول لي انت عايز تنشئ تيم جديد ولا فيه تيم متواجد بالفعل معاك الكود بتاعه وهتنضم اليه. لو احنا كمعلمين في زميل عامل تيم، او مثلا الاداره بتاعتنا عامله تيم، اداره المدرسه او سواء كان الاداره التعليميه عامله لنا تيم عشان نتناقش فيه في مستجدات الامور، فبيعطوني الكود بقدر ادخل من خلال الكود. طب انا عايزه انشئ للطلبه بتوعي تيم بقى، يبقى هضغط على كرييت ايه تيم. طيب اول ما اضغط على كرييت تيم بيظهر لي 4 انواع من الفرق. اول حاجه اللي هو كلاس، معنى فصل او صف. هنا ده اللي اقدر ان انا استخدمه مع الطلاب بتوعي. ليه ده الوحيد اللي انا اقدر استخدمه مع الطلاب بتوعي اثناء الفصول او الفترات الايه السنة أو خلال العام الدراسي؟ علشان ده بيتميز بأن أنا أقدر أعمل اختبارات، أقدر أعمل اجتماعات، يعني الوحيد اللي فيه يسمح لي بعمل الاختبارات أو الأسايمنت أو الفورمز، لكن بقية الحاجات دي بيبقى ما ينفعش أن أنا أعمل فيها الأسايمنت للطلبة بتوعي. كمان ممكن المدرب ومتدربي، ممكن المعلم وزملائه، يعني هو مش الطلبة بس هو ده ككلاس. لو أنا هتكلم عن مادة دراسية وعايز الفصل بتاعي يدخل بالكامل، أفضل نوع من الفرق هو كلاس. طيب مجتمع تعليمي احترافي، معنى كده إن عايز حد متخصص، ناس متخصصة. مثلا لو أنا عندي مجموعة الأخصائيين الاجتماعيين، معلمي اللغة العربية، معلمي اللغة الإنجليزية، معلمي العلوم، يبقى كده في تخصص ممكن المجموعة دي مع بعضها تدخل وتعمل تنمية مهنية في التخصص بتاعها، أو إن التوجيه الفني بتاعها يعمل مجموعة الـ PLC ده ويبدأ يتواصل مع مشرفي المادة في المدارس اللي هو بيشرف عليها، ويبقى على تواصل معاهم في من خلال هذا النوع من الفرق. طب فريق العمل ده يبقى أشمل وأوسع إزاي؟ لو انا عندي المدرسه عايزه تتواصل بقى مع كل الايه الستاف العمل اللي موجود فيها. المدرسه ما فيهاش معلمين بس، ده المدرسه فيها معلمين، فيها اداريين، فيها كمان الطلبه، فيها اولياء امورهم، في يعني في كذا حاجه خاصه بالايه بالمدرسه، في الاداره التعليميه. طيب يبقى معنى كده ان هنا في العمل بيبقى الستاف بيبقى مخصص لايه ليه حاجه اعلى من الايه المجتمع الاحترافي. طب هنا كلمه اخرى، اخرى ديت يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا بعمل رحلات للطلبه استكشافيه، يبقى انا هدخلهم في الفريق ده علشان اعلمهم بالمكان اللي هيروحوا فيه والانشطه اللي هتتم. لو انا عندي مثلا فريق رياضي بدربه، يبقى انا باخد اي نشاط بدخله في الجزء اللي هو بتاع ايه اخرى ده اللي هو اذر، كما بيقول لي كلابز، ستادي جروبز، اي حاجه انشطه بعد لا صفيه ممكن استخدم فيها ايه اخرى. يبقى احنا اللي بيميز اول نوع خالص اللي هو كلاس، اللي هو وجود الايه التقييمات للايه للطلبه. طيب انا ضغطت على كرييت
اللي هو الفصل. اسفه، هنا في البدايه خالص انا بكتب اسم الفريق والوصف بتاعه، وكلمه الوصف ممكن ما تبقاش حاجه ايه اساسيه، يبقى انا بختار اسم الفريق. يعني احنا لو مع بعضينا دلوقتي وانا هنشئ فريق لينا، هكتب هنا فريق ابداع خبراء ميكاسوفت. طب انا هكتب، لو هكتب الغرض هنا هنكتب ايه؟ التنميه مهنيه لادوات ميكاسوفت. بعد كده ببدا اضيف الايه، اختار ان احنا تيتشرز مثلا او ستودنت، وابدا اضيف الايه الايميلات الخاصه بينا. اول ما بنشئ الفريق على طول بتظهر لي الصفحه دي، ودايما كل الصفحات اللي هتنشا جديده بتبقى اسمها جنرال، عامه، قناه عامه. قناه عامه يعني انا بحط فيها كل المعلومات، كل الناس المتواجده في الفريق ده تقدر تشوفها. وانا اقدر اعمل قناه خاصه، ايوه اقدر اعمل قناه خاصه بس تبقى مخصصه لفئه معينه. يبقى الجنرال دي كل المعلومات اللي هضيفها هي اللي هتبقى موجوده في الايه في الجنرال. لما اجي بلاحظ كده بلاقي هنا مجموع الفئه اللي انا انشاتها قبل كده او اللي انا مشتركه فيها بتبقى متواجده هنا، واللي انا هسميها بتبقى موجوده في الايه في الاسفل. طيب هنا اول ما اتفقنا ان ايه جنرال، وبتفتح لي على بوستس، يعني البوستات او المنشورات اللي انا هضيفها. بلاحظ هنا ان في حاجه اسمها ابلود كلاس ماتيريالز، يعني هنا الفايلات اللي انا هحطها الخاصه بالايه بالفريق. طب هنا في حاجه اسمها كلاس نوت بوك، فاكرين انا قلت لكم ان الطلبه علشان اعمل معاهم فرق عمل لازم في داخل الفريق اللي انا بنشئه الخاص بالطلبه في حاجه اسمها كلاس نوت بوك. طب النوت بوك لوحده ده او الوان نوت بيبقى موجود في ايه؟ في اللي هو النوع الثاني اللي احنا شفناه اللي هو ايه البي ال سي. لو نرجع تاني للخطوات كده نشوف انواع الفرق، اهو في البي ال سي اللي هو المجتمع الاحترافي ده اللي هيبقى فيه الوان نوت. لكن لو داخل فصل دراسي او لو انا عايزه الزملاء اللي معايا بتعامل معاهم كانهم طلاب عندي، فانا بنشئ الفصل بالشكل ده. واتفقنا ان لازم الدومين بتاعنا يكون واحد ما يكونش مختلف، وهنا في الحاله دي بيتسمى بكلاس نوت بوك. ببدا ان انا اعمل محادثه، يعني انا برحب بيهم، اضغط هنا على نيو كونفرزيشن، بعمل محادثه في الاول السلام عليكم، وبقدر اعرفهم بايه بالهدف من انشاء الفريق. طيب بعد كده انا دخلت على تاني واحده اللي هي الفايلز. فاكرين احنا هنا في الاول قلت ايه؟ اهو هنا كل الماتيريال او الحاجات اللي انا هضيفها على الايه على الفصل اللي انا هنشئه، بس هتبقى موجوده تحت عنوان اسمه ايه فايل. الفايلز ده هيبقى في ايه؟ الفايل ممكن احمل حاجات من على الجهاز عندي، ممكن احمل اي حاجه موجوده على الويب، اي لينك عايزه احطه بضيفه من خلال الايه الفايل، وتبقى ده فايلات موجوده عند الطلبه يقدروا يخشوا عليها. لو انا عندي مثلا الفصل الدراسي الاول متقسم عندي كذا وحده او كذا باب، فانا بكتب هنا مثلا يونت 1 او يونت 2 يونت 3، وكل بحيث ان الطالب يعرف ان في الوحده الاولى هيلاقي كل المصادر وكل الحاجات الخاصه بيها، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه، وهكذا. يبقى تاني حاجه اللي هي الايه الفايل. ثالث حاجه بلاقيها اللي هي الايه الكلاس اللي احنا شفناها هنا. انا برجع لكم تاني عشان نشوف الحاجات الادوات اللي كانت موجوده، اللي هو كلاس نوت بوك. كلاس نوت بوك ده اللي هو دفتر الملاحظات. هنا اول ما بضغط عليه زي ما شفناه قدام، فهنا بيقول لي هو انت عندك دفتر ملاحظات موجود بالفعل وهتستخدمه؟ لو عندي هضغط عليه هيتحمل ويفتح عندي، ما عنديش هبدا اشتغل على دفتر ملاحظات ايه فعل. بعد كده بيبقى في عندي الاساينمنت اللي هي الايه الواجبات. طبعا الواجبات دي كل درس بيبقى عليه واجب انا بعطيه للطلبه علشان اتاكد من مدى فهمهم للايه للدرس او للشرح اللي انا شرحته. الواجب ده
يا اما بيبقى واجب او بعمل لهم اختبار مثلا علشان اقيس بقى مدى فهمهم خلال نهايه الاسبوع او نهايه الشهر، نهايه الوحده بعمل ايه اختبار. ده بالنسبه للايه للاساينمنت. الواجبات علشان تتم بيتفتح لي صفحه زي دي بدخل فيها العنوان وبحط له الارشادات، يعني مثلا الارشادات ديت ان انا بقول له ان انت هتجاوب على مجموعه من الاسئله، او هقول له جاوب على الاختيار المتعدد ويكون اختيار واحد فقط لا اكثر علشان ما يتلغاش الايه الاجابه الخاصه بيك. انا عايز احط الارشادات احطها، ما كانش خلاص. لو انا عندي الحاجه ديت موجوده على الجهاز ممكن ارفعها او ان انا هفتح جديد واضيفها. وهنا ممكن احدد بقى ايه، احدد المكان اللي هرفع عليه الاساينمنت ده وابدا اختار التاريخ اللي هيبدا فيه وينتهي فيه. ولو انا عايزه اخليها لمجموعه من الطلبه معينين ببدا احدد الايه السيتنج الخاص بالايه بالواجبات. طيب الواجب ده إيه؟ لو انا انشا عملت الواجب وخلصوا الطلبه، لو رجعنا تاني ان هو في كلمه بجنب كلمه الواجبات في كلمه درجات. الواجب لو لا عايزه اصححها بنفسي هصححها والدرجه على طول توصل كمان للطالب ويقدر يعرف الدرجه بتاعته من خلال وجودها هنا مباشره على الايه في خانه الايه الدرجات. يعني انا مش هبقى محتاجه ان يبقى معايا دفتر درجات للايه للطلبه، لا ده هيبقى الاسم موجود وجنبه الدرجه اللي حصل ايه عليها. بعد كده في الانسيت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيقول لي خلال فترة معينة الطلبة، يعني مدى تقدم الطلبة خلال فترة معينة. ده بيتعقب نشاط الطلبة على التيمز، مثلا بيقول لي خلال 7 أيام أو خلال مثلا 3 شهور. أنا بفتحه وببدأ أشوف هم دخلوا على التيمز كم مرة، إيه الحاجات اللي استخدموها، اطلعوا على إيه. فبيبدأ يقول لي كل خطوة موجودة أو كل حركة عملها الطلبة بتبقى مرئية بالنسبة للإيه؟ للمعلم. طيب إحنا عايزين نبدأ ونشوف إزاي نعمل الحاجات دي. كمان هنا قبل ما أبدأ في ريفليكت ده، مثلاً في طلبة بتبقى بتحب دايماً مثلاً لو غاب النهاردة المدرس يسأل عليه، وده لازم علاقة تكون طيبة بين المعلم وبين الطالب. فده بيبدأ لو أنا حملته عندي كآب على تيمز ببدأ أشوف مين اللي حاضر اللي كان غايب النهاردة وببدأ أبعت له رسالة أو إيموشن، يبدأ بحس الطالب بأن المعلم حابب وجوده في المدرسة. يبقى هنا بيدعم الاحتياجات العاطفيه والتعليميه للطلبه. ما هو لو الطالب حس ان المعلم افتقد وجوده في الفصل طبعا مش هيغيب بعد كده حتى لو هو تعبان. فده كمان جميل جدا اضافته في الايه في التيمز. طبعا عايز ادخل بقى ونبدا نشتغل على التيمز ونشوف هندخل ازاي. زي ما اتفقنا انا بضغط على او بكتب في السيرش www.office.com. لما بعمل كده ببدأ يحولني على الصفحة الرئيسية وبلاقيها بالشكل ده. بيقول لي بقى انت هتستخدمه في البيت ولا للمؤسسة ولا education. طبعا احنا هنستخدمه education، فانا بختار education وببدأ اعمل sign in وادخل. وزي ما اتفقنا ان انا اول ما هدخل على التيمز هلاقي الصفحة دي. يبقى انا هعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعي، وزي ما اتفقنا لو انا هنشئ فصول للطلبة لازم الدومين يكون متوافق معاهم، علشان انا هختار اول نوع وهنشوف ازاي النوع ده هعرفه من خلال الخطوات دلوقتي. قبل ما بضغط على جوين او كرييت تيمز هنا بيبقى فيه بعض دول كده انا مشتركه فيهم، بس هو ساعات بيقترح لي بعض الفرق ويقول لي دول موجودين لو عايز تنضم ايه اليهم. طب هنا عايز انضم لفريق او
ان انا هعمل ايه، هنشئ فريق اهو. بيقول لي في عندك اهوت كذا فريق، لو انت تحبي ان انت تنضمي اليهم انضمي، لو انا ضغطت هنا جوين تيم هدخل مباشره. لا انا مش عايزه انضم على فرق انا مش عارفاها ولا عارفه المحتوى اللي فيها. انا لو معايا كود حد عطيهولي وانا واثقه من الفريق ده، انا بدخل بالايه، بالكود مباشره. طب تمام، لا ده انا عايز انشئ فريق جديد. ظهر لي الاربع فرق اللي احنا قلنا عليهم، كلاس وبروفيشنال والايه والستاف واذر. طيب هنضغط على كلاس، هنحط اسم الفريق. احنا اتفقنا ان ايه اسم الفريق، هنسميه ابداع خبراء مايكروسوفت. طيب لو انا عايزه احط وصف له هحط، مش عايزه خلاص هو سمح لي بنكست، يعني ده جزء مش ايه مش مهم. طيب بيقول لي ضيفي اشخاص، حالا هيظهر المربع الحوار بيقول لي ضيفي اشخاص. بقى الاشخاص دول ممكن نضيفهم كده، وممكن ان انا هضيف مثلا 2 3 واعمل ايه تخطي، وبعد كده ابقى اضيف لما انشئ الايه الفريق. احنا ضفنا دول، هنكمل الباقي عشان اوريكم الخطوه تمشي ازاي. هنا بيقول لي انت ضفتي الايه الاسماء دي عندك. لو انا عايزه الغي حد اي حد، فانا بضغط على علامه الاكس دي وبيتلغى. خلاص انا بقول له تمام، هنا انشا لي الايه الفريق. والفريق دايما بياخد اول حرف من الاسم الاول اللي هو ابداع، وهنا خبراء اخذ الايه اول حرف وايه وتاني حرف. طبعا انا مش عايزه الصوره ديت، لان هي يعني انا هنا اهوت جايب لي الاسم الفريق. بيقول لي بقى انت هتستخدميه في ايه. انا مجرد ما ضغطت على القلم اللي كان ظاهر هنا جنب الايه الحرفين دول، فتح لي المربع الحواري ده، جاب لي اسم الفريق. هنا بيقول لي هو يا ترى ابتدائي ولا ثانوي ولا يعني جامعه، فانا بختار حسب الايه التخصص اللي موجود. طبعا عشان احنا اتفقنا ان ده الايه للطلبة. هنا بيقول لي المادة اللي انت هتدرسيها يا ترى اي مادة، انا هسيبها ازرق عشان تبقى مفتوحة للايه للجميع. طيب هنا ممكن اختار من الصور دي تبقى موجودة كايه علامة مميزة للفريق بدل الايه الحرفين اللي هو حاططهم، او ان انا ممكن احمل من على جهازي اي صورة انا اكون مجهزاها للفريق واحطها. انا دلوقتي انا هختار صورة من المتواجدين دول وهضيفها للايه للفريق. انا مجرد ما بقف على الصورة كده، هنا هيقول لي ايه ابديت، على طول الصورة اللي كانت موجودة هنا ايه اتغيرت. في اي وقت عايز اغيرها بنفس الطريقة، ان انا هقف هنا على القلم وابدأ ان انا ايه اغير. واتفقنا ان كل فريق هنشئه بيبقى اسمه جنرال. في هنا ده مكان للايه للبوستات ان انا هضيفها يعني، وبيبقى عام للجميع ان هو يشوفه. وبعد كده في الفايلات زي ما اتفقنا، انا يعني هنا هكتب السلام عليكم. اتمنى ان الزملاء اللي موجودين ينضموا ايه يدخلوا في الفريق اللي انا دخلت دلوقتي الايه الايميلات بتاعتهم. طب انا هنا من ال3 نقاط، ودايما ال3 نقاط دول بيبقى فيهم شغل كتير جدا، اخلي بالي انا عايزه ان اضيف بقيه الزملاء، او يكون المكان الثاني اللي اضيف منه بقيه الزملاء، وبعد كده اشرح الايه الشاشه الاساسيه اللي قدامي. في هنا لما ضغطت على ال3 نقاط هنا مانج تيم، يعني ان انا ايه بعمل السيتنج للتيم. هنا لو عايزه اضيف قناه ثانيه، دي القناة العامة، وأنا عايز أضيف قناة تانية هنا أد ممبر، يعني هضيف إيه زملاء. فتح لي نفس المربع الحواري ما اختلفش، ولكن أنا فتحته من مكان إيه تاني. طيب أنا هنشوف دلوقتي اللي إحنا ضفناهم، وهنشوف الإيه كل حاجة موجودة في التيم. طيب إحنا قلت لكم نرجع للجنرال تاني ديت علشان نشوف الايه اللي موجود فيها. انا لما دخلت على التيم اللي انا انشاته
بلاقي هنا الصور بتاعتي. طبعا في البداية مش هيبقى موجود في الصور، لو انا محملها على الاوفيس في حسابي في الاوفيس في البداية خالص هتظهر، ما كانش برضو كمان هنا في ثلاث نقاط هنا صغيرين تحت الصور، لو ضغطت عليهم بيبدأ يظهر لي ايه الايميل اللي انا داخله بيه، وهنا اهو شفنا علامة الكاميرا، لو ضغطت عليها اقدر ان انا اغير الصورة اللي موجودة دي، لو انا عندي اكتر من حساب موجود بيبقى يظهر لي هنا واقدر ابدل ما بين الايه الحسابات اللي موجودة عندي، وهنا ممكن اعمل ايه تسجيل خروج. ده كده بالنسبة لايه للصور بتاعتي. طيب انا مش عارفة اتعامل، احنا شايفين الجزء ده كده جيت الايه اليمين وانا شايفه الكتابه، انا اخترت اسم الفريق باللغه الايه العربيه، طب انا عايزه اغير اللغه اللي موجوده، نفس القصه لو انا ضغطت على ترانسليت اهو اتحولهولي بالايه الايميل كتبهولي اهو بالعربي، كل حاجه كانت موجوده اتحولت باللغه الايه العربيه، يبقى سهل جدا ان انا احول بالطريقه دي. طب اشوف الثلاث نقاط اللي هنا موجودين، هنا بيقولي لو عايزه تعملي اعدادات، هنا اختصارات لوحه المفاتيح، هنا لو عايزه اعرف معلومات عن الايه الخصوصيه والحاجات دي ممكن ادخل من هنا، لو انا عايزه انزل التطبيق مايكروسوفت تيمز هنزله هنا لسطح المكتب لو انا مستخدمه كمبيوتر او لاب، او لو هستخدمه على الموبايل بقدر انزله من خلال الايه الجزء ده. طيب عايزه ارجعه تاني لو انا ما ارتحتش في الشكل ده وعايزه ارجعه للايه للانجليش، طبعا انا هنا خلاص ترانسليت ارابيك ما عادش تنفع، لكن هنا من فوق بختار انه يرجع لاصله تاني فبيحوله لي للغه الايه الاصليه اللي كانت موجوده عليه. طيب هنا عايزين نشوف كل جزئية موجودة هتصرف فيها ازاي. نبدأ هنا من اليمين، انا عندي هنا ميت يعني وادي كاميرا موجودة، يبقى معنى كده ان انا لو عايزة اعمل اجتماع هضغط من هنا وابدأ، لو انا هعمل اجتماع حالا بحضراتكم هضغط ميت ناو وهنشئ الايه الاجتماع، لا ده انا عايزة انشئ اجتماع لسه هعمله كمان يومين ثلاثة، فبضغط على ان انا بعمل جدولة للاجتماع، لما بضغط ان انا اعمل جدولة للاجتماع هيفتح لي الايه الكالندر اللي هي موجودة في الجزء ده، وابدأ اضيف اسم الاجتماع اللي انا هعمله، فمثلا احنا بنجتمع لمعرفة ايه زي ما اتفقنا انشاء فصول على مايكروسوفت تيمز، هكتب العنوان هنا، ابدأ اضيف الاشخاص اللي هيبقوا موجودين معايا، هاخد الايميلات زي ما انا اخدت الايميلات كده واضغط هنا، ومجرد ما انا بضغط خلاص عملت بعمل دعوه للشخص ده خلاص الايميل ايه اصبح موجود. تمام بيقول لي انت عايزه تعملي الاجتماع ده يوم ايه، بختار فبيفتح لي هنا الكالندر اهي بيفتح لي فيها الشهر اللي موجود، بختار منه اليوم مثلا خليته يوم 28 الساعه 7:30، هنا بافتراضي بيخليه لي نص ساعه بس حسب مدة الاجتماع ما أنا عايزاه، بحدد من 7:30 لتسعة مثلا، هنا بيقولي الزمن اللي انت واخداه 1:30، هنا بلاحظ ان في حاجة اسمها all day، طب لو انا فتحت all day الله ده طول اليوم ولغالي الطايم اللي انا كنت حطاه، مثلا ساعات بيبقى في مؤتمرات وبتبقى المؤتمرات دي لها جدولة طول اليوم من الساعة كذا وكذا، فمش معقول ان كل شويه هيسجل على التيمز يقول ان الساعه كذا هنبدا وادخله، لا هو بيسيبه مفتوح طالما في الايه الاجتماع طول اليوم بالنسبه لهم في مواعيد هتتم خلال اليوم نفسه فبيضغط على اول دي. انا رجعته تاني للايه للتايم اللي احنا كنا اخترناه. في ميزه كمان لو انا كل اسبوع او مثلا كل يوم هجتمع مع الطلبه يعني عندي مواعيد معاهم كل يوم، يبقى انا هختار ايه يوميا، هنا هختار اسبوعيا، هنا هختار كل شهر، هنا كل سنه، هنا لو انا عايزه براحتي احددها احدد انا الايه الايام، هنا بيقول لي every week day يعني مثلا كل اسبوع من الاثنين للجمعه،
يعني كذا اختيار موجودين اهو. انا لو مش عايزه ولا واحد منهم هقول له لا ده مش هيتعاد، هي مره واحده وخلاص واسيبها زي ما هي. هنا بيقول لي انت القناه بتاعتك ابداع خبراء مايكروسوفت، لان انا داخله من القناه العامه اللي كان اسمها ابداع، والقناه دي جنرال، هو بيحدد لي اهو. تمام، لو انا عايزه احدد مكان لوكيشن هضيف، ما كانش هسيبه. هبدا هنا اكتب مثلا الاجتماع ده عن ايه، هنا كاني بكتب على الوورد عادي خالص. هنا عايزه خط بولد، عايزه مائل، عايزه تحته ايه خط. هنا ببدا اختار اللون، يعني هخلي فيه هايلايت تبقى تحت الكتابه، اختار اللون زي ما انا عايزه، مش عايزه بسيبها زي ما هي. اختار لون الكتابه اللي هكتب بيه، طيب انا عايزه حجم الكتابه كبير ولا متوسط، كبير ولا متوسط ولا صغير، هختار كبير عشان يبقى واضح. هنا بيقول لي باراجراف انت عايزه بقى عنوان كبير ولا عنوان يعني عنوان رئيسي ولا عنوان فرعي ولا اي عنوان اصغر وهكذا. فانا حسب ما انا عايزه بايه بختار الاتجاه بتاعي. هنا لو انا عايزه احط نقاط او عايزه احط ارقام، هنا لو انا عندي رابط وعايزه اضيفه، عايزه ارجع في الكتابه بتاعتي برجع ايه تاني. مثلا لو انا هكتب هنا مثلا التعرف على أول اللغة و نختار لارج، أكتب التعرف على تمام خلاص كده، وهبدأ أعمل سند. بكده أنا لو ضغطت سند يبقى أنا هيوصل لمين دلوقتي؟ لأستاذة داليا، هي اللي هيوصل لها، لأن أنا ما حطيتش إلا إيه؟ إيميل واحد بس. طيب أنا هنا في قبل ما أقفل في هنا بيقول لي عايز أكتب مين اللي موجود معايا أهوت. لو ضغطت هنا هنا ممكن، هو خلاص قال لي ان انا هبدأ من 7:30 لحد ايه 9، جابها لي اهوت على الايه على الجدول بتاعي. هنا قال لي المنظم عليا ومعاه استاذه علي. طب انا عايزه معاه استاذه داليا، عايزه اضيف حد تاني، ابدأ اضيف من هنا. يبقى انا ممكن اضيف من هنا، دول الاساسيين اللي موجودين معايا. وهنا لو في حد من خارج مثلا منظمه عايزه اضيفه او خارج المؤسسه بتاعتي، ببقى اضيفه ايه في الجزء ده. ممكن اضيف من هنا او ارجع تاني للايه للتفاصيل بتاعه الايه الجدوله اللي انا بعملها. هنا بيقول لي التايم بتاعك، انا كده في القاهره لان انا داخله بالحساب المؤسسي، وطبعا مكتوب فيه الايه ايميل الوزاره، فبيحسب بايه بيبقى تلقائي موجود القاهره. هنا لو عايز اغير اي مكان بايه ببدا اغير. هنا لو انا عايزه اخلي فيه الناس عشان تدخل لازم يبقى فيه حاجات تملالي ابلكيشن معين او حاجه ريسبونس اوبشنز، ببدا اهو الاو بس محلوم بايه دول كده بيبقوا موجودين تلقائي عندي. هنا من الافضل ان انا بسيب ان ما يبقاش، يعني هنا بيقول لي الناس اللي عايزه تنضم ليك اللي هي الجيست او كده عايزاهم مثلا يسجلوا اسمهم قبل ما يدخلوا او لكل الناس ولا نن، انا هقول له ايه نن واسيبها ايه بالشكل ده. وابدا ان انا اضغط سند، هيوصل اشعار عندي وعند استاذه ايه داليا. طيب انا هضغط سند كده علشان اشوف هيظهر فين تاني، وابدا اخد الرابط واديه للطلبه بتوعي. هنا بيقول لي ان في اجتماع هو يوم ايه الاثنين اللي هو 28 نوفمبر من الساعة 7:30، العنوان ده اسمه التعرف على مايكروسوفت تيمز. تمام طيب، وفي هنا 3 نقاط هضغط عليهم. هنا بيقول لي لو انا اشوف التفاصيل اللي ايه بتاعت الميتنج الاجتماع ده من خلال لو انا ضغطت هنا هدخل تاني على الايه على الاجتماع على التفاصيل اللي احنا كنا لسه فاتحينها. طيب هنا الطلبة حصل ايه؟ كل المنضمين معايا داخل التيمز او داخل الفصل ده
هيوصل لهم، هيشوفوا الاشعار اللي ظهر دلوقتي على الايه، على التيمز، ويبداوا ان هم يتفاعلوا معايا ويقولوا لي تمام. طيب هنا سواء كانوا هيحطوا اي ايموشن من ده او ان هو يبداوا ايه يكتبوا اي حاجه هنا. طب انا عايزه اخد الرابط ده كوبي علشان ابعته لبقيه الايه الطلبه اللي عندي. انا هاخد ضغطت هنا على الثلاث نقاط هنا فوق وخدت هنا ايه كوبي لينك علشان بقيه الطلبه يقدروا ان هم ينضموا ايه معايا ويدخلوا على الايه، على الفصل اللي انا انشاته. مثلا لو انا هبعت لحضراتكم يا ترى في حد قدر ان هو ينضم من الزملاء اللي ضفنا اسمائهم؟ في حد قدر ينضم للفريق او اللي لسه اللي ايميله مش مضاف ممكن يشوف كده يجرب الرابط كده اللي احنا ضفناه دلوقتي ده كده رابط الاجتماع يعني. حاول انا اجيب لكم رابط الايه التيمز. ده كده رابط الفصل الدراسي اللي انا انشاته دلوقتي. احنا كده شفنا ازاي هنشئ تيم وازاي هيوصل اشعار على ال يعني بوست على الصفحه الرئيسيه اللي هي الجنرال للتيم، وازاي اقدر ان انا ادخل تاني ارجع للميتنج واعدل عليه على الديتيلز اللي موجوده على التفاصيل اللي موجوده، وازاي ان انا هاخد الرابط اهوت وابدا اشيره. ممكن ابعته لهم على الاوتلوك لو متسجل عندي، ممكن اسيف الرساله دي لو الرساله دي موجوده باي لغه. خلي بالنا من الثلاث نقاط دول اللي موجودين في الرسائل، ان لو الرساله دي مبعوتاني مثلا بالانجلش او باي لغه وانا مش عارف اقراها، هضغط على ترانسليت وتبدا ان ايه تترجم عندي. كمان الاميرسيف ريدر بقى متوفر هنا في الشات او في داخل في البوستس اللي انا بضيفها، ممكن ان انا اسمع يعني قائل القراءه اللي موجوده او يترجمها لي. ممكن اثبت لو انا عايزاهم اثبت ده اللي هو الاعلان عن الميت او الاجتماع ده، انا كده ثبته بحيث انه اي حد هيكتب هيبقى ده ثابت فوق علشان يقدروا يعرفوا لحد بس لما ينتهي الاجتماع. ممكن ان انا افك تاني الايه اهوت، لو عملت انبن خلاص هيتشال الايه التثبيت اللي انا ايه ثبته. تمام، هنا لو عايز اي كده انا قافله الايه اشعارات ان هي توصل لي على البوست اللي انا كتبته ده، عايزاها تبقى مفتوحه بضغط عليها وافتحها. وفي هنا مو اوبشن ان انا ممكن اضيف بعض الاضافات الويكلت او التاسك، ممكن اضيفهم على الايه الشات او المكان اللي انا بتحدث فيه مع الطلبه او الزملاء داخل الايه قناه الجنرال. طيب عايزين نشوف بقى ازاي اضبط الفريق ده عندي. زي ما اتفقنا ان دي جنرال موجوده في كل الايه الفرق. طب انا عايزه اعمل قناه خاصه للطلبه بتوعي، انا عندي الطلبه مميزين وعايزة أعمل لهم قناة خاصة، فأنا هعمل هنا هوت مثلا أكتب مبدعي فصل مثلا إلى أول كده. أنا مثلا إيه بميزه بحاجة علشان الطلبة اللي يدخلوا هم المبدعين. طب هو أنا بيقول لي هنا في الأول هو بيقول لي أنت عايزاه الخصوصية بقى، أي حد موجود في التيم ده يبقى يقدر يدخل عليه. طبعا انا بقول انا عايزاه لمجموعه خاصه، فانا بقول له لا انا عايزاه ايه برايفت لمجموعه معينه من الايه الطلبه. تمام، انا ممكن هنا احط وصف وممكن ايه ما احطش الوصف. طيب المجموعه المعينه دي انا ضغطت على كرييت، بيقول لي المجموعه المعينه دي اللي انت انشاتهم له يا ترى هم مجموعه طلبه ولا معلمين، برضه بختار منهم زي ما انا عايزه وبضغط على ايميل اي
حد هنا تاني روابط، انا لازم اضيف حد، او هنا الميزه كمان ان هو بيقول لي ان انا ممكن اتخطى الموضوع ده، ممكن ابقى اضيفهم بعدين. لو لاحظت كده بلاقي في فرق بين الجنرال، بصوا كده حضراتكم المجموعه الجنرال فيها ايه، نشوفوا الشكل كده، وهنا فيها الايه المكان اللي هيبقى فيه كل الماتيريال اللي هتتضاف، وهنا الكلاس نوت بوك. طب نروح على المجموعه الخاصه اللي هي ايه لسه انشاناها دلوقتي اللي اسمها مبدعي فصل، والاول هلاقي فيها البوست والفايل وهنا الميتنج، ولكن هنا مفيش الايه، انا بيرحب بالايه بيهم وبيقول لي ان انا بعمل لهم منشن، يعني انا عايزه هعمل بوست وهعمل فيه منشن لفلان وفلان وفلان وفلان، وبكتب عادي اهوت. انا مجرد ما ضغطت على الايه والقلم اللي تحتها ابدا ان انا اكتب اهوت، زي ما اتفقنا انا بكتب على الوورد، ببدا احدد نفس الحكايه خالص اهوت، نفس اللي شفناه قبل كده. وهنا ميزه كمان بيقول لي هو كونفرزيشن عادي، يعني نيو كونفرزيشن محادثه عاديه، ولا لازم احط لهم العلامه دي عشان ينتبهوا ان ده حاجه مهمه. حتى هنا لو لاحظت ان كان في البدايه ما كانش فيه الخلفيه ديت ولا العنوان بالحجم الايه الكبير، ببدا اكتب لهم هنا العنوان، هكتب ايه ارجو انضمام الأحداث الآن. علشان تبقى باينة بالنسبة لهم، يعرفوا إن إيه إن الموضوع مهم ويدخلوا مباشرة. طب هنا بيقول لي أي حد، ولا أي حد ممكن يرد، ولا أنتي والمديرات اللي يردوا بس على البوست اللي أنا كتبته، فأنا بحدده حسب ما أنا عايزة. هنا بيقول لي طب انت عايزه تضيفيه على قنوات كتير ولا هي قناه واحده بس، يعني هنا جايب لي ايه القناه اللي موجوده طبعا علشان انا عاملاها برايفت. هنا في القفل اهوت ان دي علامه برايفت، وهنا بيقول لي سيلكت شانلز، لو انا عايز اضيفها على اي قناه تانيه موجوده عندي هختار القناه هي، وفتحت او سيلكت شانلز و اختار اي قناه انا عايزه اضيفها عندي، وابدا ايه اهوت مثلا انا اخترت قناه هي، فهنا بيقول لي الجنرال بتاعتها، اقول له ماشي واضغط على ابديت، ظهر لي هنا الايه اللي هي الاساسيه اللي انا بكتب فيها، ودي الجنرال بتاعت كيمياء المنتزه اللي انا ايه اخترتها. طيب هنا كمان انا ممكن اضيف صور لو انا عايزه احط لهم ايه صوره إيه عشان ينتبهوا للايه للموضوع اللي انا ببعته لهم. كمان لو انا عايزه اختار اغير اللون، هنا حطوا لي اللون ده، لا انا اللون ده مش عاجبني عايزه اغير اللون حسب ما انا عايزه، يبقى انا هغير اللون الخلفيه، وهنا اضيف صوره، ارجع اللون الهادي تاني زي ما كان، وهنا اضيف صوره علشان ايه تبقى ظاهره بالنسبه لهم. انا ما خلصت الاعلان ده وحسيت ان في حاجه غلط، او انا مش عايزه ابعته، ممكن اعمل ديليت للاعلان، او خلاص انا هبعته فعليا، بضغط على الارسال. لو لاحظت كده هنا بيقول لي لا مش هينفع ارسال، ليه؟ انا كل ده انا كتبت العنوان بس واخترت الحاجه، يبقى انا لازم اكتب ايه الغرض من الموضوع. اكتب ان هو اجتماع خبراء مثلا، خلاص انا كتبت ده عنوان، وممكن اعمل لهم اكتب اسمائهم، او ان انا اكتب اي حاجه في الجزئيه ديت علشان يبدا ان هو ايه يرسل لي البوست الخاص بي. ولاحظت ادي اهوت، ادي العلامه هي اللي انا قلت له ده مهم جدا علشان يبان ليهم، وادي الكلام اللي احنا كتبناه موجود عندي. طيب وكمان لو انا وقفت هنا على المربعين اللي هم جوه بعض دول، بيقول لي انت ارسلتيه
لكيمياء المنتزه جنرال وابداع خبراء مايكروسوفت، بس في الايه مش في الجنرال بقى، في مبتدئ فصل اولى اول اللي هو الفصل اللي انا عملته خاص او الشانل اللي عملتها ايه خاص. طيب احنا كده شفنا ان انا ضفت ايه قناه، شفت ان انا ضفت الايه اعضاء جدد. اخلي بالي هنا ليه ذا تيم، يبقى انا كده هسيب التيم ومش هيبقى فيه اي تيم موجود. طيب نطلع تاني على المانج تيم. في المانج تيم هنا بيقول لي يعني كأني انا بظبط السيتنج اللي موجوده، بيقول لي اللي موجود دلوقتي اللي انشأ التيم ده او اللي انشأ الفريق ده عليه سعيد. كمان بيقول لي في اتنين انضموا، والاتنين دول ايه جاس، استاذه سوزان واستاذه رضا تقريبا. الايميل بس اللي ظاهر، فانا مش عارفه اللي انضم الينا، بس انا هنا دخل ايه قدر يدخل اتنين، حتى هنا دبل جيميل الاتنين جيميل قدروا ان هما يدخلوا على الايه الرابط اللي موجود عندي. تمام، يبقى احنا ممكن ندخله كايه كجست هنشوف. بيقول لي لو في عندك حد بعت طلبات ان هو يضاف على الجروب والاضافات دي معلقه، هضغط هنا على بيندنج ريكويست وابدا ان انا ايه هلاقي الاسماء موجوده واقبل ايه اضافتهم معايا. هنا بيقول لي الشانلز بتاعتك، لو انا عايزه هنا بيقول لي انت عندك شانل، عندك شانل اللي هي القناه اللي هي الجنرال الاساسيه، وديت ايه عامه، اهي العلامه ديت معناها ان هي ايه عامه، ودي انشئت من 15 ايه دقيقه. طيب هنا في عندك قناه ثانيه اللي هي مبدئي فصل اولى ايه اول، ودي لسه اهي علامه القفل عليها دي برايفت وبقى لها ايه دقيقتين اتنين. تمام، طب لو انا جيت اقف على ديت كده هنا ادي الاشعارات توصل لي من القناه، لو انا عايزه اعمل السيتنج للقناه، لو انا عايزه ابعتها بالايميل، وانا عايزه اخد رابط القناه هاخده من هنا. يبقى في كذا مكان كل ثلاث نقاط بتبقى فيها حاجات مهمه اقدر ان انا استخدمها. طب الرابط اللي هو ده نفس الحكايه اللي هو مبدعي نفس الكلام، وممكن ان انا هنا الاضافه ان انا ممكن اضيف ايه على الايه القناه ديت، او ان انا ازيلها خالص، او ان انا اعمل مغادره للايه للقناه اللي انا انشاتها. طيب السيتنج ده مهم جدا. هنا شكل التيم او شكل الفريق، هنا الممبرز انا بديهم صلاحيات ايه علشان يبقوا يقدروا ان هم متواجدين في الفريق. هنا الصلاحيات اللي انا بديها، انا هنفتح لك كله ده، هنا انا غيرت الصوره وممكن اغيرها مره تانية، يبقى بغيرها من هنا او من خلال القلم اللي موجود. طب الاعضاء اللي موجودين عندي انا هسمح لهم فيه، لو لاحظت كده انا بلاقي كل ده مقفول، لكن هو سامح بالايه ان الاعضاء دول ان هم يزيلوا يضيفوا او يزيلوا الايه رسايل. يعني مثلا انا بعد ما حطيت الرساله بتاعتي حسيت ان هي فيها خطا او مش عايزه ابعتها، ممكن انا ازيلها. برضو ان انا بديهم اوبشن ان هو يعني هنا يزيلوا او ان هم يضيفوا ايه. طب الحاجات التانيه دي هو ليه مش سامح لي بيهم؟ انا ممكن اسمح بوجودهم، يعني انا لو ضغطت هنا خلاص سمحت بالايه بالحاجه دي. هنا بيقول لي ممكن ان الاعضاء يدخلوا يعملوا ابديت للشانل، يعني يضيفوا عليها او ينشئوا شانل جديده او فطبعا انا لو بعمل فصل ما ينفعش الطلبه يقعدوا يلعبوا في الايه في التيمز، اي ممكن يعملوا قناه خاصه بيهم وتبقى عليها مشاكل كتيره انا مش حاسه بيها، ما يضيفونيش لان هي عملوها خاصه مقفوله على مجموعه معينه، يبقى انا ما بسمح لهمش بده لان ممكن يحصل منها مشاكل. هنا بيقول لي ممكن هم يضيف يزيلوا القنوات او يعمل لها ايه ريستور يسترجعوها تاني، طبعا غير مسموح بالحاجات ديت. هنا ممكن ان هم يضيفوا ابس او يزيلوها، لازم المعلم هو اللي يتحكم في كل ده لو المعلم مدخل الايه الطلبه بتوعه، لكن لو زملاء مع بعض ممكن نسمح لهم او ممكن كمان ما نسمح لهمش حسب
يعني انا شايفه القناه تمشي ازاي. هنا بالنسبه للضيوف فهنا بيقول لي ان انا اسمح لهم ان هم يضيفوا او يزيلوا القناه اللي موجوده، طبعا مش هينفع انشئوا قنوات او ان هم يزيلوها. طيب هنا انا ممكن اعمل منشن زي ما اتفقنا، انا بعمل للتيم كله على بعضه او للقناه على بعضها، بعمل منشن ليهم علشان ان هم ينتبهوا ان في حاجه موجوده. طيب انا قلت لكم ان احنا بندخل لو القناه ديت انا انشاتها خلاص وعايزه اعطيكم الكود عشان تدخلوا بيه، من هنا تيم كود ظهر لي كود اهوت، ممكن اكبر الكود ده علشان يظهر كويس لحضراتكم اهو الكود، ممكن اخده سكرين وابعته لكم او ابعته لايه مثلا للطلبه بتوعي. طب انا حسيت ان في حد متواجد انا مش عايزاه في الفريق، بعمل ريسيت للكود للكود ده خلاص اتغير على طول مش هيقدر يدخل، ممكن ازيله خالص. ممكن دلوقتي انا اقدر اخده كوبي وابعته لايه لحضراتكم تدخلوا من خلال الايه الكود. طيب هنا بيقول لي فان ستاف، يعني ايه؟ يعني ممكن اخلي يحطوا ستيكرز، يحطوا ايموشن، يحطوا عادي نسيبهم ان هم ايه يضيفوا الحاجات دي. هنا بيكلمني عن الون نوت اللي هو الكلاس نوت بوك اللي بالنسبه للطلبه، ان ده بيبقى خاص بالايه بالطلبه. ممكن اعمل تاجز الايه اهوت، بيقول لي هنا انت عايزه اللي يعمل بقى ده اللي هو الاونر ولا الاونر والممبرز، فالاختيار برضه بيرجع لايه لحضراتكم لما بنيجي ننشئ الفريق. ولكن احنا بنخلي بالنا ان الجزء ده اللي انا هسمح للاعضاء او الطلبه اللي موجودين انا مش هسمح لهم الا بالايه ان هم رسايلهم ماشي يضيفوا يزيلوا يزيلوها براحتهم، دي رسائل خاصه بيهم هم ايه يبداوا يضيفوها او يزيلوها. اناليسز بيقول لي اهو هنا بيقول لي كل القنوات ولا عايزه تحددي قناه معينه، انا بختار يا اما كل القنوات او قناه معينه حسب ما انا عايزه اشوف تحليل وجود الايه الانشطه او النشاط اللي موجود للطلبه تم ايه خلال مثلا مده 7 ايام او خلال 30 يوم او 90 يوم وده اقصى حاجه اللي هو 3 شهور. طيب هنا بيقول لي ان في 3 يوزرز، في 3 مشتركين موجودين، في 9 ابس اللي في 9 تطبيقات موجوده، وهنا بيقول لي المساحه الشير بوينت اللي تشارك. هنا طبعا ما فيش اي حاجه تمت، بس هنا بيقول لي ان في 1 اونر وممبرز وهنا 2 ايه جاست. طبعا ما فيش اي حاجه تمت على الفريق علشان يبان اذا كان في حاجه ولا لا. طب الابس بقى والتطبيقات اللي موجوده ايه، هو قال لي في 9، هما دول الـ9 اللي ايه اللي موجودين اللي هو الفورمز والليستس والوان نوت وباور بي اي والبيز، وهنشوف اهميه البيز دلوقتي والشير بوينت. اه يعني دول الـ9 انا مش عايزه حاجه فيهم، ممكن ازيلها من خلال الايه علامه الباسكت دي ازيلها خالص. عايزه اضيف زياده هنا مور ابس، اضغط على مور ابس هيحولني لتطبيقات كتيره، ابدا اشوف مثلا انا عايزه الاب ده يا ترى عايزه مايكروسوفت ولا عايزه الاديوكيشن ولا عايزه ايه بالظبط، بشوف احدد مثلا عايزه اديوكيشن، بدا ايه يقول لي اهو الوايت بورد شات، عايزه البير تاك، عايزه الكهوت، عايزه الايديو بازل، عايزه الماث، عايزه اي حاجه من دول انا ممكن اضيفها على الايه الويكليت. طب انا اسفه على الايه على التيمز، عايزه حاجه معينه انا مش عايزه من اللي موجودين دول، انا بعمل سيرش على اسمها وببدا اختارها واضيفها. مثلا لو احنا هنضيف دلوقتي الوايت بورد شات، اي حاجه انا هضيفها هتتم بنفس الايه الخطوات. هنا بيكلمني عنها في الاول وجايب لي فيديو بيشرح لي ازاي هستخدمها. تمام نطلع، احنا ضغطنا على الفيديو بيشرح ازاي استخدمها، وكمان احنا علشان الوقت حضراتكم ممكن تتابعوا الحاجات دي. ممكن هنا اهو جايبها كلها صور تفصيليه ازاي اخدها. طيب انا هنا لو ضغطت هنا هضغط اد افتح كده اشوف، بيقول لي انت عايزه اد تو اتيم للتيم كله
ولا ات وشات، ولا الشات بتاع التيم، ولا ات اميتنج، ولا في الاجتماع. كمان بيحدد لي انا لو ضغطت ات كده على طول هيتحط على التيم. لا، هنا بقى بيخيرني انت عايزه تستخدميها اثناء الاجتماع، ولا عايزه تضيفيها في الشات، ولا عايزه تضيفيها على الايه الفريق. حسب ما انا هختار ايه، اي واحده من دول او ما انا عايزه هتضاف مباشره. طب اهو اتفتح لي الوايت بورد اهي، وبيبدا يعرفني الايه الخصوصيه. ودي هنا مانج ذيس اب، لو انا ضغطت عليها، وهنا بيقول لي ان دي عامه مش ايه مش خاصه مش برايفت. ببدا اضيف الايه الايميل بتاعي والباسورد علشان يقدر ان هو ايه يفعل. قولي طيب، لو انا عايزه اضيف اي حاجه تانية على التيم برجع لايد التيم، وهنا زي ما قلنا خدنا الايه الرابط بتاع التيم، واخلي بالي من ديليت التيم، لان لو انا لغيته هيبقى الطلبه مع نفسهم، يبقى انا كده لغيت التيم خالص، والشغل اللي كان موجود هيروح على الايه الطلبه، وهرجع تاني ان انا ابدا احط لهم ايه الادوات من جديد. في حاجه جديده جدا في التيمز لسه، يعني تحديث جديد، اللي هي هوم باش، ما كانش موجود ده، اللي هي الصفحه الرئيسيه دي، كده كانها موقع الكتروني خاص بيا، هوت بينظم لي كل الشغل اللي هيتم على الفريق. ببدا لو ضغطت على ايديت ابدا ان انا احرر فيها واغير، يعني هنا هو حاطط لي صوره افتراضيه وكاتب ايه ويلكم كلاس. انا ممكن اغير الصوره واغير في الايه في الكتابه اللي موجوده، واضيف هنا العنوان بتاعي، وابدا اظبط الايه هنا ريسورسز، هنا الكلاس شادول، الجدول بقى اللي احنا هنخش بيه، جدول الفصل بتاعي. لو انا عملت اختبارات هتظهر هنا الاختبارات، وادي الدرجات ايه للطلبه، وادي السنت فايلز كل الفايلات اللي هتتضاف جديد. هنا المعلم هيضيف صوته ويكتب الاسم بتاعه والبيانات الخاصة بيه، هنا نيم او ايميل ادريس، يعني موقع خاص بيا اقدر ان انا يبقى فيه كل حاجة، بحيث ان الطلبة لما تدخل على التيمز تبدأ تلاقي كل حاجة موجودة في مكان ايه واحد. يبقى دي ميزة جديدة من ميزات مايكروسوفت تيمز اللي ايه استحدثت داخل الفريق اللي هو كلاس. وبقدر ان انا اسيف لو انا عايزه خلاص عجبني الشكل ده، بقدر اسيفه كايه كديفولت عندي. هنا علامه البلس ديت انا ابدا اضيف هنا، وهنا القلم، هنا هعمل كوبي، هنا بحرك اي جزئيه، يعني هو سامح لي انا احركها، اعمل ايه اسيفها، اقفل تاني. انا لما ضغطت هنا على اللي هو علامه الايه الاسهم دي، بدا ان هو يحرك لي الايه الصوره دي من مكانها. يبقى جميله جدا الهوم باج اللي هو التحديث الجديد اللي موجود على التيمز. هرجع تاني نشوف ايه اللي موجود هنا، الكلاس نوت بوك، ودي كانت موجوده في البدايه خالص اللي احنا شفناها اول ما انشانا الايه التيم، ودي مهمة جدا ان انا انفذها. لو عايز اقدم على خبير مايكروسوفت لازم اعمل كلاس نوت بوك مع الطلبة بتوعي، وابدا اعمل مشروع معاهم على الاي التيمز. طيب هنا طبعا عشان ما فيش اي حاجة موجودة على الوان نود او الكلاس نوت بوك ده، لو ضغطت هنا، هنا بيقول لي اهوت انت هتنشئي واحد جديد ولا عندك واحد قديم وانت عايزة تستخدميه. لو انا عندي واحد موجود بالفعل وعايز استخدمه، بحيث ان ايه يبقى حتى اسماء الطلبه موجوده، هضغط هنا واضغط وابدا يعني الشغل فيه. طب انا عايزه انشئ واحد من جديد، فبيبدا يظهر لي بالشكل ده، بيقول لي ان في عندك في مساحه للتعاون، في مساحه مساحه التعاون دي المعلم يضيف فيها والطلبه، يبقى مساحه التعاون المعلم والطلبه. هنا بيقول لي في مكتبه، المكتبه دي
المعلم يضيف فيها والطلبة يشوفوا بس اللي اتضاف، يعني ما يقدروش يضيفوا فيها. يبقى الحاجة اللي هنشوفها الطلبة والمعلم يضيفوا فيها اللي هي مساحة التعاون، المكتبة المعلم اللي بيضيف فيها بس، هنا في سيكشن للمعلم بس يقدر المعلم يضيف عليه، سيكشن خاص بالمعلم هو هيضيف عليه لكن الطلبة ما تشوفوش. فأنا بقول خاص بالمعلم، في جزء خاص بالطلبة. الجزء الخاص بالطلبة لو لاحظت هنا المعلم هيضيف عليه، الطلبة هتضيف عليه، كل طالب هيبقى نازل اسمه يقدر يضيف الحاجات المطلوبة منه، لكن بقية زملائه ما يعرفوش هو ضاف ايه. الحاجات دي هنشوف نعمل كريت الأول. هو بيقول لي هنا هيبقى فيه الحاجات دي موجودة، لو انت موافق عليها ماشي، مش موافق ممكن ألغي أي واحدة من دول وأبدأ أضيف زي ما أنا عايزة. يعني هنا بعمل كويزز، هعمل واجبات. عايزة أضيف سيكشن جديد، ممكن أضغط على أد سيكشن وأحط له اسم وأضيفه. طب أنا خلاص أنا عجبني دول، هضغط هنا على كرييت، بيبدأ إن هو ينشئ لي الإيه الكلاس نوت بوك. هنا بيقول لي مرحبا بك في الايه في الكلاس نوت بوك، بيبدا برضه يقول لي نفس الحكايه اللي هو الايه ستودنت نوت بوك، وفي لايبراري وفي مساحه للايه للتعاون، وبيديني بعض المعلومات ازاي هبدا اشتغل على الكلاس نوت بوك ده. لو انا لاحظت بلاقي هنا نفس اللي بيبقى موجود في الوورد او اي برنامج من برامج مايكروسوفت، فايل والهوم والانسيرت والدرون ده، لكن هنا بلاقي فيه حاجه جديده اللي هي مجموعه من الكتب. لو ضغطت عليها بيبدا فتح لي هنا، ده عنوان الفريق بتاعي. هنا بيقول لي ان اول حاجه بيبقى فيه حاجه ترحيبيه، انا برحب بالايه بالطلبه بتوعي، ببدا اعمل ايه رساله ترحيبيه للايه للطلبه، ببدا ايه مرحبا بكم طلاب فصل كذا، سيتم التعاون، ببدا ارحب بيهم وببدا اقول لهم ايه اللي هيتم داخل الايه الكلاس نوت بوك ده. مساحه التعاون احنا اتفقنا مساحه التعاون ديت مين اللي يضيف فيها، الطلبه والايه والمدرس. فهنا يوزنج ده هستخدم مساحه التعاون، هضغط على استخدام مساحه التعاون ديت، بيبدا المعلم بقى يقول لهم ان هنا هيتم اضافه الايه الاعمال بعد انجازها في الجزء اللي هو بتاعت ايه ساحه الايه التعاون، والطلبه اذا عندهم اي استفسارات يبداوا يسالوا الايه المعلم وكلهم يتناقشوا داخل الجزئيه دي. اللايبراري احنا اتفقنا ان المعلم بس هو اللي هيضيف فيها، بيحط لهم المصادر داخلها، بيحط لهم اي حاجه تفيدهم في المشروع او في الحاجه اللي طالبها ان الطلبه تتعاون او الشغل داخل الفصل، يبقى داخل الايه اللي هيتم في الجزئيه دي اللي هي اللايبراري، هو اللي بيضيف لهم المصادر سواء كانت بقى فيديوهات او ملفات وورد او باوربوينت، اي حاجه بيضيفها لهم على في المكان اللايبراري ده. طب جزء المعلم، هو المعلم عايز يحضر ويكتب دروسه في الجزئيه دي، خلاص هو هيضيف الايه الجزء الخاص بيه في المكان ده، اهو مقفول قياس التحضير بتاعه اهو، محدش هيشوفه الا هو، جزء خاص بالايه بالمعلم، اهو عمل عايز يجهزها كل حاجه خاصه بيه اهو بيضيفها في المكان ده. هنا ما شاء الله دول الاسماء اللي انا ضفتهم، لو بالفرد هم دخلوا فعليا، لو ضغطت على اول مثلا طالب موجود معايا، ادي الهوم وورك، وهنا الكويزز، هنا الكلاس نوت، هنا السكشن اللي انا حطيته بس انا ما ضفتلوش اسم اهو، بعد كده يعني المفروض ان ايه يتكتب اهو، لو انا ضغطت هنا حتى ان انا اكتب الايه الاسم بتاعه هيظهر في المكان ده ويطلع يظهر هنا عندي.
طيب دول كده كل طالب تحته نفس القصه. اهو مش احنا اتفقنا ان كل طالب حاجته خاصه بيه مش هتظهر عند حد تاني؟ اهو نفس الايه، 1 2 3 4 5 اهو، 1 2 3 4 5، كل طالب الهوم ورك بتاعه هيحطه، المعلم هيشوفه والطالب هيعرف درجته او هيعرف الانجازات اللي ايه اللي تمت قد ايه، هنا الطالب التاني وهكذا، كل طالب له خصوصية في الجزئية الخاصة بيه. تمام، ده كده لو انا عايزاه خلال السنة الدراسية انا بعمل لهم واجبات، بعمل لهم اختبارات، بعمل لهم انشطة، بعمل لهم مثلا اوراق عمل هم ينفذوها، بطلب منهم حاجات يضيفوها، كل واحد بيحط حاجته لوحده ويبدأ ان انا ايه اتابعهم داخل الفصل. طب انا عايزه اضيف لهم سيكشن جديد، السيكشن ده كده اسمه سيكشن، والجزء اللي هنا ده اسمه صفحه. طب انا هضيف السيكشن عشان نميز ما بينهم، انا ضغطت اد سيكشن، اما ضغطت اد سيكشن هنا عندي اهو بيقول لي السيكشن ده انت عايزه تسميه ايه. انا كل اللي موجود عندي جزء ايه، مساحه التعاون، جزء خاص بالمعلم، مكتبه، جزء خاص بالطلبه. لا ده انا عايزه اعمل لهم مشاريع، مش مجرد واجبات بس، لا ده انا عايزه اعمل مشروع بين الطلبه دول داخل الفصل. خلاص انا انشات سيكشن جديد حطيت له عنوان اسمه ايه، مشاريع، ندور عليه نشوفه ضافه فين، اهو ضافه في الجزء ايه ده. طيب مشاريع ده انا عايزة احط فيه صفحات، هكتب هنا مثلا مجموعة رقم واحد، وابدأ اقول لهم ايه انتوا شغلكم كذا كذا كذا، انتوا اللي هتعملوا مثلا لو هنتكلم عن التغير المناخي هتجمعوا لي مجموعة من الصور عن التغير المناخي. هضغط تاني، انا عايزة صفحة كمان اهو، هقول مجموعة اتنين، تمام، واقول لهم انتوا مثلا هتجمعوا لي من الصور بقى، تعملوا لي بحث كتابة على الوورد، هتكتبوا لي ايه التغير المناخي في المنطقة الفلانية، حدد لهم مكان معين يبحثوا فيه. وطبعا انا اكون حاطة في المكتبة كل المصادر علشان محدش يتوه. اخلي بالي في المشاريع او في اي شغل انا هنبدا نعمله لازم في المكتبه، هنا لازم احط له هيروح فين، احط له روابط، احط له المصادر علشان ما يقعدش يدور هو على النت ويتوه ده. طيب انا قلت لكم انا ممكن اغير الايه الالوان بتاعه دي، هو هتفولي الوان مختلفه علشان يبقى ايه الشكل جمالي، بس انا الالوان دي مش عاجبني اللي هو هتفولي افتراضيه، ابدا ان انا اختار اللون اللي ايه اللي انا عايزاه وابدا اضيفه. رايت كليك، انا بغير الاسم، عايزاهم هما هنا بالانجليزي، عايز احوله العربي، عايز اغيره خالص من ساحه التعاون، اخليه اي حاجه براحتي اهو. عايز اضيف صفحه، ممكن اضيف صفحه من المكان ده بدل ما اضيفها من هنا. طب انا عايز اضيف سيكشن جديد، اضيفه من هنا اهو، نفس الحكايه، فتح لي المربع الحواري ده وابدا مثلا ارجعه تاني اللي هو مشاريع، وهضغط اوكي، خلاص اضاف لي اللي هو الايه مشاريع. عايزه اغير لونه براحتي خالص، يبقى هنا ده كده اللي هو الايه هو النوت والكلاس نوت بوك، نفس ما اتفقنا ان انا اقدر اكتب هنا العنوان بتاع الصفحه، تحت هنا هبدا اكتب جوه الايه الصفحه، اكتب اي حاجه بداخلها. تمام، انا ممكن اعمل انسيرت، يا اما اعمل جدول، لو انا اعمل لهم جدول بقى باللي احنا يوم كذا هيتم كذا، يعني انظم لهم العمل فيه. عايزه ارفع حاجه من على الجهاز عندي، فانا برفع كاتاش او برفعها كايه كبي دي اف. عايزه ارفع صوره من او يا اما من الجهاز عندي، يا اما الكاميرا تلقط، يا اما اجيبها ايه من اونلاين، هعمل سيرش ويبحث لي عن الصور دي، عندي رابط اضيفه، بحط الايه الرابط هنا وبكتب الايه العنوان،
فيتحط لي الايه الرابط يروح عليه على طول. هنا عايزه اسجل الصوت، عايزه اسجل لهم حاجه، انا مش عايزه اتكلم، واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم فصل اولى اول، نبدا النهارده مع بعض مشروع كذا، ببدا اكلمهم عن الايه الحاجه اللي انا عايزاها. خلصت بضغط ستوب، بعد ما بضغط ستوب هيبدا هو كده بيحمل، والاوديو او الجزء اللي انا سجلته هيبقى موجود ايه في المكان ده. طيب هنا لو انا عايزه الرسم اهو، اهو موجود. هنبدأ النهارده مع بعض مشروع كده، ببدأ أكلمهم عن الإيه الحاج خلاص تمام كده. طيب أنا عايزة إيه الدو الرسم، أنا لو عايزة أرسم لهم حاجة ببدأ إن أنا بختار اللون، أنا عايزة أختار مثلا اللون ده، وببدأ أشوف القلم، نوع القلم اللي أنا عايزة أكتب بيه، وببدأ أكتب على الإيه البورد كده هوت، واي حاجه عايزه اكتبها عايزه ارسمها ما عجبتنيش، كل الحاجه اللي انا ضفتها بالكومه، وابدا ازيل الايه الرسام ده. جميل جدا. وهنا لو عايزه اضيف الوان تانية، يعني مش شرط الالوان دي بس، اهوت ممكن اغير في الالوان واضيف زي ما انا عايزه، اي لون عايزه اضيفه هيتضاف. عايزه سمك الكتابه اللي انا هكتب بيها بغير السمك من هنا، تمام. طيب انا ما ينفعش طالما انا حددت قلم الا لازم هقف في المكان ده طول ما انا يعني لو انا معايا القلم ده، مش هقدر ان انا اخرج او اروح على اي حاجة اوقفها، الا لازم ارجع هنا خلاص القلم كده ايه راح من ايدي. ادي قومة نمسح الشخبطة اللي احنا ضفناها وارجع للمكان ده علشان ايه الغي كل اللي موجود هنا. كمان في عندي ميزه جميله جدا، ان انا لو عايزه احل اي مساله رياضيه او الطالب عنده مساله رياضه يقدر ان هو يضيف المساله بتاعته، يكتب هنا اهوت، بص دي اهوت، وحتى هنا جايب لي اهوت مساله رياضيه وجايب خطوات حلها، ودي ميزه جميله جدا برضو في الايه في الكلاس كلاس نوت بوك، ان الطالب يمكن يعتمد على نفسه في حل المسائل الرياضيه من خلال الايه الجزء ده. هنا النقاط دي لو انا لو انا عايزه هشارك ده مع الطلبه الكلاس نوت بوك ده، عايزه اشاركه معاهم عشان يضيفوا عليه ولا عشان يشوفوه بس، واخلي بالي ان كل حاجه بتتسيف تلقائي اهوت، لاست سيف اهوت على طول، جاست ناو اتسيف اللي تم دلوقتي حالا، يبقى ده بيتسيف ايه تلقائي. ده كده بالنسبه للكلاس نوت بوك. طب الاساينمنت اللي هو عمل الاختبارات، هنا عشان ما فيش اي اختبارات ولا في اي حاجة انا خلاص هضغط على كرييت. لما بضغط على كرييت بيقول لي انت عايزه assignment ولا كويز ولا في حاجة موجودة عندك هترفعي من، يعني انا ضغطت هنا يبقى هرفعها من ايه من المكان اللي هي موجودة فيه. لا انا عايزه انشئ assignment جديد، ببدأ أحط العنوان بتاع الأسايمنت في المكان ده، أنا هقول له أنا مثلا هقول له مراجعة على الدرس الإيه الأول، وأبدأ هنا. هنا لو أنا عايزة أعرف بالخطوات الدنيا هتمشي إزاي هو اللي هنا ريدنج ايه بروجرس، لو انا عايزه ارفع اي اتاش عندي هنا بيقول ان هنا في الريدنج بروجرس اللي هو تقدم القراءه موجود من ضمن الاتاش اللي موجود، فكان هيشرح لي ازاي اشتغل عليه. ممكن ارفع اي حاجه موجوده على الوان درايف او الكلاس نوت بوك، او لو في رابط عندي هنا موجود على التيمز، هنا زي ما اتفقنا اللي هو ايه ريدنج بروجرس، او لو هو موجود عندي على الايه على الجهاز. طب انا عايزه اعمل للطلبه ريدنج بروجرس دلوقتي، عايزاهم
اشوف مدى تقدم القراءة، بس ده بيبقى للايه؟ للغة يعني. تمام. هنا لو انا عندي ملف وورد او بي دي اف موجود على الجهاز، هرفعه من الايه؟ من الجزئية دي. كمان بيوفر لي مكتبة موجودة، المكتبة دي بيقول انت عايزة تشوفي تقدم القراءة من اول الكي جي لاولى وثانية وثالثة او لحد الايه؟ الثانوي. فالمكتبة دي بيقول لي ايه النوع اللي انت عايزة تستخدمه لهم. يعني انا كمان هحدد الصف اللي انا هشتغل عليه. مثلا لو انا خدت سكندري او خلينا في ايه؟ سنة اولى. وبي هنا بيقول لي الايه؟ عايزة نماذج ايه؟ بحيث ان هم يجربوها ويشوفوا مدى تقدم القراءة بالنسبة لهم. لو انا اخترت اي واحد وعلى طول هختار سيلكت، هنا بيقول لي ده بيديني المواصفات بتاعته، وادي القطعة هي يبدأ يقرأها الايه؟ الطالب، ويشوف هيحلل له الاخطاء اللي كانت موجودة، او هيقول له مدى السرعة بتاعته، هيقول له النطق سليم ولا مش سليم. يبقى جميل جدا الايه؟ تقدم القراءة كأسايمنت انا اديه للايه؟ للطلبة. تمام. طيب انا مش عايزة اللي هو تقدم القراءة، وعايزة اعمل لهم ايه؟ اسايمنت جديد. لو ضغطت على نيو بيقول لي انت عايز تكتبيه على الوورد ولا الاكسل ولا على الباور ولا كلاس نوت دايت ولا فيديو ريكوردينج ولا وايت بورد. اختار اي حاجة من دول وابدأ اكتب عليها. مثلا انا سهل جدا ان احنا نكتب على الوورد او اي حاجة ونرفعها، او كمان ان انا من الابس ديت اضغط على الاب واشوف ان انا هضيف ايه. مثلا انا هحمل من على الجهاز اي صفحة كده، هو قال لي ايه؟ ده وورد يا بي دي اف. انا ببدأ ان انا اعوض، ضفت مثلا الصفحة ديت، وهنا بيقول لي انت الاسايمنت ده هيبقى على الفريق او القناه اللي هي ابداع مايكروسوفت. يا ترى هو لكل الطلبه؟ انت عايزه كل الطلبه ولا طلبه معينه عندك ولا جروب في الايه؟ الطلبه دول. انا مثلا هقول له مثلا كل الطلبه، مفيش مشكله. طيب الوقت بتاعه يوم 27، يا ترى البدايه يوم 27 ولا انت عايزاه 26؟ بحدد الايه؟ التايم اللي انا عايزاه، وانتهاء اخر موعد له هيبقى الساعة كذا. انا بحدد الساعة اللي يسلمني فيها الايه؟ يوصل لي فيها الامتحان، ومش مش هقبل بعد الساعة دي مثلا. اهو خلاص كده الاختبار انا هبعته النهارده 26، واخر ميعاد له يتسلم 27 الساعه 11 ايه بالليل. تمام. هنا بقى بيقول لي عايزه تضيفي الاساينمنت ده للكالندر يروح لهم، ولا اهو للطلب يعني الطلبه بس، ولا للطلبه وانا، ولا للطلبه ومالك الايه الفريق. هينزل ده في الايه؟ في الكالندر. يروح لمين؟ انا هقول له لا ما تنزلهوش مثلا في الكالندر، هو هيوصل للايه؟ للطلبه مباشره، او على مثلا لكل الايه؟ ليا وللطلبه بس. بحدد حسب الحاجه اللي انا ايه عايزاها. هنا بيقول لي الاساينمنت بتاعك على القناه الجنرال، ولا عايزه تغيري في الايه؟ في القناه اللي انت عايزه تضيفيها. اشوف انا عايزه احطه على اي قناه، ممكن لو عندي اكتر من قناه برضه ان انا ايه بختار الموضوع ده. عايزه يجيلك اشعار بان كل طالب بعت يعني في تسليم للاختبار ده او المراجعه دي. لو انا عايزه اول ما الطالب يرسل فعلى طول بقول له ايه؟ تمام، وبضغط على سيف ريفلكت اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الجزء الايه اللي بيحسس الطلبه، اللي هو الجزء العاطفي. الطالب لو غاب او كان تعبان او حاجه، فانا بقول له ان انا مفتقدك، فانا ببدأ ان انا ايه ابعت لهم ابعت للطالب ان انا بسأل عليه او اهوت. يعني ده الجزء جميل جدا، فبيحسس الطالب بأهميته وانه مهم جدا بالنسبة للايه؟ للمعلم. ده كده اعتقد ان غطينا جزء كبير من التيمز،
وإن شاء الله ممكن نكمله في مرة قادمة إن شاء الله. الوقت يعني هيبقى كتير على حضراتكم لو كملنا أكتر من كده. أتمنى لو في أي استفسار عند حضراتكم. جزانا وإياكم. هو أنا جزاك كده الله كل خير يا أستاذة عليا، كرفتي ووفيتي وأبدعتي والله، جزاك الله كل شكرا خير. لحضرتك، شكرا لحضرتك يا استاذ سوزان ولجميع الحضور، وان شاء الله يكون استفاده للجميع. انا محتاجه بس من حضراتكم، هننشئ كل زميل هينشئ تيمز ويورينا الحاجات اللي اشتغلها على التيمز، هنرفع شغلنا على ويكليت. شكرا لحضراتكم، ونتقابل في رعايه الله الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا.